صباح المدارس، صباح المدارس، صباح الشباب، صباح الشباب، صباح المدارس. صباح الخير، أهلا بكم مستمعينا وإلى صباح المدارس. طالبة شيخة بنت سالم بن خالد لوهيبية في الصف الثامن من مدرسة الصهباء بنت ربيعة بالعامرات تشاركنا اليوم. شيخة صباح الخير. صباح الخير يا شيخة. صباح النور. كيف الحال؟ الحمد لله. كأنك ما نشيطة اليوم يا شيخة. نعم، كأنك ما نشيطة اليوم ولا؟ يا شيخة تشويش فيه. تشويش مرة واحدة؟ لا لا، تشويش معناها في مشكلة في الصوت، نتأكد فقط من الموضوع. صباح الخير طبعا لأبنائنا الطلبة والطالبات في صباح المدارس. شكرا لإدارات المدارس التي تتواصل معنا، إدارة مدرسة الصهباء بنت ربيعة بالعامرات طبعا تواصلت معنا إدارة المدرسة لمشاركة يعني مجموعة من الطالبات في فقرة صباح المدارس، كذلك المدارس الأخرى طبعا، وبالإضافة إلى أولياء الأمور. صباحكم خير. المهندس هيثم الفارسي يقول بخصوص تقديم الفقرات بالبرنامج وتأخير بعضها ممكن تحل بتنزيل تطبيق الإذاعة والاستماع واستمرار بالاستماع حتى بالدوام وتكملة باقي الفقرات. جميل، اقتراح حلو يا هيثم، وصباحك خير بإذن الله تعالى. صباح الخير، تحية لكم، وأجواءكم إن شاء الله الصباحية جميلة جدا في صباح المدارس. صباح التأخير على الدوام، وليد تأخرين على الدوام. سعاد خليل صباح الخير يا سعاد، استمتعي بكوب الشاي يا سعاد، صباحاتك خير. احنا ما الحين، احنا بعد 8:30 يعني موعدنا مع كوب الشاي. صباح الخير لي يلا شيخة معانا. شيخة صباح الخير. صباح النور. راح التشويش الحين؟ ايوه. اها، صباحك خير يا شيخة. انت في المدرسة صحيح؟ ايوه. كيف اجواء المدرسة اليوم؟ جميلة. ايش اللي تحبوه في المدرسة؟ ايش الانشطة اللي تشاركي فيها يا شيخة؟ نعم، ايش الانشطة اللي تشاركي فيها؟ اشارك في الاذاعات والفعاليات التي تقام في المدرسة والمناسبات والحفلات. جميل. انت عرفنا انه انت تألفي القصص يا شيخة صحيح؟ نعم، قصص قصيرة. أؤلف القصص. جميل، قصص قصيرة. نعم. ايش المواضيع اللي تكتبي فيها يا شيخة، وكم قصة ألفتي لحد الحين؟ تقريبا ألفت الى الان تقريبا 8 قصص. ما شاء الله. وإيش مواضيع القصص؟ إيش المواضيع اللي تحبي تكتبي فيها؟ أنا أؤلف قصص خيالية، ولكن تهدف إلى أشياء تعلم يعني الطفل. جميل. وإلى قيم. حلو حلو يا شيخة، بمعنى أنه في النهاية القصة اللي تكتبيها لازم تحطي فيها حكمة معينة حتى لو كانت خيالية. نعم بالفعل. هدف معين لكل قصة.
ليش اخترتي زين الخيال؟ ليش ما اخترتي الواقع؟ يعني ليش اخترتي انه انت قصصك تكون خيالية بس فيه هدف؟ لأن الخيال ليس له حدود، ومن الممكن أن تدخلي فيه آفاقا وآفاق، ولا يكون هناك أي قيود في الخيال، ومن الممكن أن تبحري في الخيال. جميل. الواسع. جميل، اتفق معك يا شيخة. والأهم شيء انه انت في النهاية يعني توصلي الهدف وتوصلي الرسالة. بالتالي ايش الاشياء اللي تعزز، خلينا نسألك يا شيخة، يعني تشعري انها بالفعل تعزز من خيالك ومن فكرك، بحيث انه انت تنتجي هكذا قصة مختلفة؟ طبعا الاشياء التي تعزز الخيال وتنمي الخيال بلا شك هي المطالعة. تقرأي كثير شيخة؟ نعم. تقرأي يعني دائما بشكل مستمر؟ نعم. إيش الكتب اللي تقرأيها شيخة؟ أو اللي تحبيها، يعني اللي تميلي لقراءتها؟ نعم. إيش نوعية الكتب اللي تميلي لقراءتها يا شيخة؟ أميل إلى قراءة الروايات، وأيضا أميل إلى قراءة الكتب التي فيها خيال. خيال. وخيال يعني تقريبا أقرب مثلا الخيال العلمي شيخة؟ نعم، الخيال العلمي. وفي أفلام كثيرة تتحدث عن الخيال العلمي، تحبي هذه الأفلام؟ نعم. جميل جميل يا شيخة. بإيش حابة تشاركينا طيب اليوم؟ أود أن أقدم قصيدة عن عمان وعن سلطان قابوس. نعم نسمع. أود أن أقدم قصيدة تتحدث عن عمان وعن سلطنة عمان وعن السلطان قابوس. الله يحفظه ويرعاه. نسمع القصيدة يا شيخة. على صهوة جواد الشعر جيت بمهرة الأشعار، على صهوة جواد الشعر جيت بمهرة الأشعار، أبتغزل أنا بدار العزيزة وكل ما فيها كتر شوق الحنين اللي زرع في داخلي أشجار، شجر حب وشجر خير لبانيها وراعيها، كثر شوق الحنين اللي زرع في داخلي أشجار، شجر حب وشجر خير لبانيها وراعيها، عمان العز والعفة عروس وأهلها أحرار، عمان العز والعفة عروس وأهلها أحرار، بلادي كلها أعياد دانيها وقاصيها، غبير المجد يا أرض بها كل النبات بكار، صهيل الخيل يا بلادي وسلطان يعليها، عليك الله وسلام الله يا دار رجالها أبرار، ولك مني تحية خالصة بالود أهديها، ولك مني تحية خالصة بالود أهديها. وسلامتك. وسلامتك يا شيخة. جميل جدا. لمن القصيدة يا شيخة؟ للشاعرة هلال الحمدانية. وجه تحية لها ولك كذلك على هذا الأداء الجميل شيخة. شيخة يعني ما شاء الله أداء جميل في إلقاء القصائد، وأيضا عندك موهبة الإنشاد وكذلك تأليف القصص. على شيخة على كذا شيخة تركيزك راح يكون في المستقبل على ماذا؟ نعم. إيش حابة تكوني في المستقبل يا شيخة؟ هاي شيخة. نعم. يعني إيش حابة تكوني في المستقبل شيخة؟ أود أن أكون طبيبة أخدم الناس جميعاً وأسهر على رعايتهم. يعني طبيبة بإذن الله ولا؟ إن شاء الله. إن شاء الله. مصممة على هذا الهدف. خليكي مصممة وبإذن الله تعالى توصلي لهدفك ما دام أنت مصممة عليه من الآن وواضح بالنسبة لك. شيخة احنا سعدنا بمشاركتك اليوم، شيخة بنت سالم بن خالد لوهبية في الصف الثامن من مدرسة الصهباء بنت ربيعة بالعامرات. شكرا يا شيخة على المشاركة. فقط أول
قبل أن نختم أود أن أقدم كلمة شكر، هل بإمكاني؟ تفضلي يا شيخة نسمعك. طبعا أقدم كلمة شكر وولاء وعرفان لأبانا الغالي قابوس لعودته إلى أرض الوطن سالما غانما، متمنية له دوام الصحة والعافية. وانهمر الدموع العمانيين بعودتك سيدي، وكم اشتاقت الأعين لرؤيتك، وهتفت قلوب العمانيين بصوت واحد أبشري قابوس جاء. كما أقدم شكري الجزيل لمدرسة الصهباء من إدارة ومعلمات لصقل مواهب الطالبات والأخذ بأيديهن إلى أسمى مراتب العلم والإجادة. كما أقدم شكري لأبي وأمي الغاليين لتشجيعهم المستمر لي. تحية لهم جميعا يا شيخة، ونحن نقول أيضا شكرا لهم وشكرا لك على المشاركة معنا اليوم في صباح المدارس. شكرا يا شيخة. عفوا. شكرا جزيلا. شكرا لأبنائنا الطلبة والطالبات أكيد في صباح المدارس.